جزاكم الله خيرا. هؤلاء الناس الذين وصفهم بالكثرة الشيخ صالح، والذين يرمون قبل الزواج، هل تعتقدون أن لهم دليل أم أن هذا ناتج عن الجهل؟ هذا ناتج عن الجهل والتساهل وعدم المبالاة والسرعة التسرع في الأمور. نعم، فهذا إخلال بالعبادة من أشياء. وحتى لو أن فيه من يرى جواز الرمي قبل زوال الشمس، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا، وهي أنه لم يرمي في يوم من أيام التشريق إلا بعد الزوال. كذلك صحابته الكرام كانوا يتحينون زوال الشمس فيرمون، قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والإنسان عليه بإبراء نيته، ليس عليه أن ينظر إلى أقوال الناس وأفعال الناس التي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس لا ينضبطون، خصوصا في الحج، من جنسيات مختلفة ومن بلاد مختلفة، لا ينضبطون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط نمشي عليها. كان صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم. ومن ذلك نسك الرمي في أيام التشريق، كان ينتظر حتى تزول الشمس. ولو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لبينه للناس عليه الصلاة والسلام. نعم.